تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم عباس علي. قبل ما بلش الفيديو أتمنى أنه تشترك بالقناة وتفعل الجرس على الكل حتى توصلك التنبيهات أول بأول. إلى كل مواطن لم يستلم منحة الطوارئ، تابع الفيديو للنهاية حتى تفهم. إلى جميع الأخوة المتقدمين على منحة العاطلين عن العمل، إلى كل من لم يستلم رسالة منحة العاطلين من الوجبة الأولى، ركزوا ياي، اللي ما استلم ليس رابط تصحيح وليس تقديم من جديد، فقط اللي ما استلموا من الوجبة الأولى إلى الوجبة التاسعة، الاتصال على الأرقام الخاصة بمركز شؤون المواطنين. الأرقام هي 0770811 7434. أعيد الرقم 0770811 7443. الرقم الثاني 0780 0756466. ملاحظة، يكون الاتصال أثناء الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. إذا تتصل قبل 8 صباحا ما راح يرد عليك شخص، وبعد 2 الظهر أيضا ما يرد عليك شخص، فتتصل أثناء الدوام الرسمي. زين، من خلال الاتصال شو يصير؟ يرد عليك موظف من مركز شؤون المواطنين للرد على استفسارك، أو تقدر تراجع وزارة العمل مركز شؤون المواطنين. زين، عندنا ملاحظة ثانية بخصوص رقم شركة سويتش اللي رسلوا لهم رسالة أولى وما جتهم رسالة ثانية. طبعا هواي وصلتني تعليقات عن هذا الشيء، اللي وصلت رسالة أولى وما وصلت رسالة ثانية، فيتصل على الرقم 0790 4150. هذا رقم شركة سويتش، هي اللي ترسل لكم الرسائل، فتتصلون على هذا الرقم. اللي وصلت رسالة واحدة وما وصلت الثانية يتصل على هذا الرقم. ومثل ما قلت لكم، اللي ما طلع اسمه يتصل على الأرقام اللي هو 0770811 7434، والرقم الثاني 0780 0756466. الاتصال يكون خلال الدوام الرسمي من 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. هذا كان خبرنا اليوم شباب. رابط قناتي الثانية راح أترك لكم بأول تعليق. أتمنى الكل يقدر تعبي ويدخل على الرابط، فقط يشترك بالقناة، ماكو داعي تشوف الفيديو، فقط اشترك بالقناة وفعل الجرس. قناة الثانية راح أخلي لكم الرابط أول تعليق، ونشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.